لقد جئتم بأداء مناسك العمرة وأحرمت من جدة، وذهبت إلى الجموم وأنا محرم، وبعد وصولي إلى الجموم قلعت الإحرام ولبست ملابسي، وفي صباح اليوم الثاني أحرمت من الجموم ونويت أداء مناسك العمرة، وذهبت إلى مكة المكرمة واعتمرت. هل علي إثم في ذلك لأني لم أحرم من جدة وأحرمت من الجموم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا، وماذا يترتب علي أن أفعله إن كنت آثم في عمرتي هذه؟ جزاكم الله خيرا. الواجب على من نوى العمرة من جدة أن يحرم من جدة، لأن جدة هي ميقات أهلها، ومن نوى النسك منها الواجب عليك أن تحرم من جدة ولا تتأخر إلى الجموم. فما دمت فعلت هذا فإن إحرامك يكون صحيحا والعمرة صحيحة، ولكن يكون عليك فدية إذا كنت لم تحرم إلا من الجموم وأنت قادم من جدة بنية العمرة، فإن إحرامك صحيح لكنه ناقص يحتاج إلى جبران، وذلك بأن تذبح فدية في مكة توزعها على الفقراء. أما إذا كنت حرمت من جدة بالعمرة ثم لما ذهبت إلى الجموم خلعت الإحرام وبقيت بدون ملابس الإحرام ثم أحرمت، فهذا الإحرام الثاني لا قيمة له، أنت محرم من جدة، وخلعك لملابس الإحرام ولبسك للمفروض خطأ لا يجوز لك وهو من محظورات الإحرام، لكن بصفة أنك جاهل إنك تعذر بالجهل ولا شيء عليك، وعمرتك صحيحة والحمد لله. لكن عليه كما تفضلتم؟ لا، هذا في الذي لم يحرم إلا من الجموم، أما الذي أحرم من جدة ثم خلع ملابس الإحرام للجموم ثم أحرم مرة ثانية بزعمه، فنقول هو على إحرامه من جديد، وأما إحرامه الثاني فلا قيمة له، وإنما هو استئناف للإحرام الذي كان في جديد.